بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نشرح المحاضرة الثانية من مادة التشريح كورس الثاني كلية الصيدلة. فبسم الله المحاضرة هاي طبعا بالنسبة لنا أسماء غريبة، نفسها نفس المحاضرة الأولى. بالتكرار كل شيء بالتكرار يصير سهل، ماكو شيء بالدنيا ممكن أنه ما يجي بالتكرار. فبداية نشوف عنوان المحاضرة اللي هو The Skeletal System، الجهاز الهيكلي. تمام؟ The Skeletal System consists of the bony skeleton and the related skeletal muscles. يقول لي الجهاز الهيكلي consists، يتكون of bony skeleton اللي هو العظام الهيكلية and the related skeletal muscles، يعني العضلات الهيكلية المرتبطة بهاي العظام، لأنه يعني مثل ما كلنا نعرف أنه العظام ما تتحرك، العضلات هي اللي تحركها. The functions of the skeletal system are support, protection and motion of different parts of the body. وظيفة الجهاز الهيكلي support أنه يدعم، okay، و protection يحمي، و motion of different parts of the body. support يدعم شنو؟ يدعم هيكل الجسم، لأنه إحنا من دون عظام عبارة عن كتلة لحم. تمام؟ protection مثلا القفص الصدري اللي هو الريبس، الضلوع والسترنوم، عظم القص، هذني شنو وظيفتهن؟ وظيفتهن انه يحمون الاجزاء المهمة والطرية اللي بداخلهم مثل الرئة والقلب. تمام؟ وطبعا الوظيفة الاساسية مو الاساسية، الوظيفة يعني اللي الواضحة اللي هي motion of different parts of the body، اللي هو تحريك عدة اجزاء من الجسم. تمام، بسم الله. نشوف يعني عظام الجسم. نبدي بالبداية بالرأس، بالجمجمة. الجمجمة اسمها سكال، تمام، بالإنجليزي. فمتكونة من عدة عظام. أول شيء الفرونتال بون. الفرونت نعرف إنه كلمة فرونت بالإنجليزي معناها أمامي، تمام. فهذا العظم الأمامي اللي خلينا نقول أكبر عظم موجود بنحنا نشوف الوجه تورورد، تمام. يعني هذا العظم شنو اسمه؟ فرونتال، اللي هو عظم الجبهة. فرونتال بون واضح. فرونتال بون راح نحاول نحفظها سوا. هذا العظم وين موجود؟ يم الأنف، مو صحيح، يم مكان الأنف. الأنف اسمه نوز، هذا نصل بون عادي، تمام. إذن فرونتال بون نصل بون، تمام. هسه الفك متكون من عظمين، تمام. الفك لأنه عندي فك علوي وفك سفلي. الفك السفلي هو اللي يتحرك والفك العلوي ثابت. الفك السفلي أسميه مانديبل. الفك السفلي شنو اسمه؟ مانديبل. الفك العلوي ماكزيلا. الفك العلوي شنو؟ ماكزيلا. مرة ثانية، عظم الجبهة فرونتال بون، عظم الأنف نصل بون، الفك السفلي مانديبل، الفك العلوي ماكزيلا. تمام، وقت بس عظمتين بالوجه. عظم الخد اللي هي عظمة الوجنة اللي تظهر تحت العين، زايغوماتيك بون. العظم اللي يجي خلنا نقول فوق الإذن تقريبا اسمه تيمبورال بون، تمام. سهلات، تيمبورال بون، زايغوماتيك بون، عظم الخد ماكزيلا، الفك العلوي مانديبل، الفك السفلي فرونتال بون نصل بون، اوكي. هذا من الأمام، شفنا الرأس من الأمام. من الخلف، شكل الجمجمة من الخلف. باريتال بون اللي هو يعني شلون نقول الجمجمة من الجوانب، شو اسميها؟ باريتال بون، يعني جانب وأعلى، شو اسمها؟ باريتال بون. هاي المنطقة اسمها أوكسيبيتال بون. هاي شلون نحفظها؟ يعني لا سمح الله انه الانسان او خصوصا الاطفال اذا وقعوا على هاي المنطقه احتمال كبير انه يعني يحدث عندهم فقد حاسه البصر، وحاسه البصر مرتبطه بكلمه اوكسيبيتال، فبالتالي هاي اسمها اوكسيبيتال بون، اوكي. طبعا هنا تيمبورال بون نفسها قلناها تقريبا فوق الاذن قريبه عليها، اوكي. هاي بالنسبه لعظام الجمجمه. او هسه بعدين هذا العمود الفقري، تمام. أول عظمة من العمود الفقري شو اسميها؟ first، لأنه أول عظمة. cervical vertebrae. cervical يعني شنو؟ عنقية. cervical يعني عنق.
vertebrae اللي هو فقرة. So first cervical vertebrate means أول فقرة عنقية اسمها atlas. تمام. Second cervical vertebrae اسمها axis. ثاني فقرة عنقية. Okay. نشوف ال عظام الجمجمة هذا شبيه. Okay. يصور. أوكي إن شاء الله يكون يصور. فنشوف هذا العظم الجاي بالأصفر هاشنية frontal bone مثل ما مكتوب عندنا فوق هاي frontal bone. تمام إذا نشوفها وينها هاي عاتها frontal bone. هذا بالبرتقالي اللي جاي فوق منطقة الأنف تقريبا شنو اسمه nasal bone. اسمه شنو nasal bone. تمام. قلنا الفك العلوي. الفك العلوي اللي هو جاي باللون الأخضر شو نسميه فك العلوي؟ شنو قلنا؟ قلنا ماكزيلا صحيح. ماكزيلا صحيح. تمام. عظمة الخد، عظمة الخد البارزة شو نسميها؟ هاي اللون جاي لونها بالأزرق موجودة على اليمين وعلى اليسار نسميها قلنا زيغوماتيك صحيح. زيغوماتيك بون نديرها هيجي. هاي العظمة اللي هي تقريبا فوق الإذن لونها أخضر شوية جاي فلاش شنو لون شنو اسميها temporal مو temporal temporal bone squamous part. طبعا هم مقسمين بارتات هاي هم temporal bone petrous part او هيجي شيء اسمه. المهم احنا ما لنا علاقة، احنا نعرف انه هي temporal bone. تمام. يلا هنشوف الجمجمة من فوق. frontal bone هاي قلناها الموجودة بالمكان القصة او الجبهة. هسه هنا هاي المقسومة قسمين من ورا، مقسومة هيجي قسمين شو اسميها قلنا باريتال. باريتال بون صحيح. باريتال بون. باريتال بون هذا اللي قلنا لا سمح الله اذا احد وقع عليه يصير بالعمى شنو اسميها اوكسيبيتال بون. اوكسيبيتال بون صحيح. تمام خلصنا. واضح واضح سهل سهل. الفيرتيبري قلنا فيرست سيرفيكال فيرتيبري اسمها الاطلس والسكند اسمها الاكسس. تمام. هسه نجي منطقه الصدر الثراسيك ريجن. اول شيء الفيرست ريب. First rib أصلاً اتفقنا وكلمة rib معناها ضلع. كلمة rib معناها شنو؟ ضلع. First يعني الضلع الأول. نانا عندي الضلع الأول مو هذا اللي هو هيك هذا الضلع الأول. تمام. عظم القص اللي هو العظم اللي جاي مصمت يعني ما بفتحات وبالصدر هذا اللي نشوفه اسمه sternum. sternum sternum عظم القص. أوكي sternum. طبعا الأضلاع هذا الجزء الفاتح اللي نشوفه هذا مو عظم، هذا عبارة عن كارتليج يعني غضروف. أوكي. الريب اللي هو الضلع يتكون من جزء عظمي وجزء غضروفي. تمام. يلا هسه بعد شنو موجود منطقة الصدر؟ عندي هاي المنطقة، هاي منطقة الكتف. الكتف الشولدر جيردل. أوكي. الكتف عبارة عن شنو اللي هو قوس الكتف أو فتشي الكتف، متكون من الكلافيكال والسكابيولا. نشوف شنو هذني. الكلافيكال اللي هو عظم الترقوة، هذا عظم الترقوة مو احنا نعرفه. تمام. عظم الترقوة احد يعني اجزاء الكتف. والعظم الثاني السكابيولا اللي هو ما اعرف شنو اسمه بالعربي، يمكن لوح الكتف يمكن ما متأكدة، هو اسمه سكابيولا. طلاب كلش مهم ان هواي نشوف فيديوهات بالانجليزي ونقوم ننسى اسماء العظم بالعربي الدارسية بالمدرسة. يعني هذا هذا فشي اساسي يصير انه احنا حتى اذا ما ننسى العربي، يعني هذا خطأ انه انا ناسي العربي، بس لانه من زمان اشوف فيديوهات عن التشريح فخلاص الاسماء بالانجليزي متطبعة صارت حتى اسهل بالنسبة لنا من العربي. تمام. سكابيولا. سكابيولا هذا العظم سكابيولا. هذا الكلافيكال. هسه اساسا هو شنو عظم الكتف او مفصل الكتف هو عبارة عن شنو؟ هو جزء موجود ثابت بالصدر وجزء ثاني من الايد صحيح. فبالتالي الكلافيكال والسكابيولا هذني مرتبطين عفوا مرتبطين بعظم اللي اسمه الهيومرس. هذا هيومرس upper arm الذراع العليا. تمام. هيومرس. اذا الكتف هو عبارة عن كلافيكال والسكابيولا مرتبطين بالهيومرس. تمام. طبعا انا عندي هنا الفقرات بالعمود الفقري هذني سيرفيكال بالبداية عنقية. اوكي. بعدين عندي ثراسك صدرية لانه منطقة الصدر. بعدين لامبر اللي هو البطنية. بعدين راح ننزل ونشوف شنو اسماهن. تمام. فهنا عندي 12 ثراسك فيرتبري يعني 12 فقرة
صدرية، تمام؟ هذا الضلع رقم 12. بعدين عندي first lumbar vertebrae اللي هو أول فقرة بطنية، وهاي خامس فقرة بطنية والأخيرة اللي هو هنا سبعة يمكن، حسنا نشوف ايش قد عددهن، تمام؟ بعدين عندي الساكرم، الساكرم هم يعني خمس فقرات، خمس فقرات بس يكونون متصلات. بعدين الكوكسكس اللي هو عظم العصعص، تمام؟ يعني هو مو من ضمن الفقرات، مجرد عظم يتذيل العمود الفقري. اوكي، هسا قلنا هذا اسمه هيومرس، تمام؟ هيومرس الابر ارم. اللور ارم، اللور ارم عبارة عن عظمين، اللور ارم عبارة عن شنو؟ عظمين، النا وراديوس، النا وراديوس، هي فور ارم، هذا اسمه ابر ارم وهذا فور ارم، تمام؟ هسا شوية ننزل زيادة على مود نحفظ شغلة عن طريق عمليات الربط. ايضا بالقدم او يعني بالاطراف السفلية، هذا الجزء هم متكون من عظمتين. هسه راح نشوف ايش قد سبحان الله متشابهات الايدين والرجلين. هذني مو متكونات من عظمتين، هذني متكونات من عظمتين. فهسه هاي شنو اسمائهن؟ النا وراديوس، النا وراديوس. هذني شنو اسمائهن؟ تيبيا وفيبيولا، تيبيا وفيبيولا. شلون نحفظهم؟ يعني شلون نحفظ، شنو المهم انه نحفظ؟ يا هي العظمة الكبيرة وجاية ميديالي، ميديالي يعني اقرب الخط منتصف الجسم، ويا هي جايه لاترال، تمام؟ فهنا الالنا جايه لاترال، سوري جايه ميديال، الالنا جايه ميديال يعني للداخل، مو صحيح؟ بما انه الالنا جايه ميديالي، ف تشوفون انه هي يعني النا كانه اسم بنيه، تمام؟ دي تشبه اسم انا اخت فروزن، فالنا. هنا تيبيا هم يعني تشبه طيبه او هيك شيء، اوكي؟ فاثنينات اسماء بنات جايات ميديالي للداخل. راديوس وفيبيولا اذن يعد ربطون انه هنا برا. اذا النا وتيبيا وين موجودات؟ للداخل. ايضا اكو طريقه ثانيه انه نحفظها سجتني. النا ما بيها اي، ما بيها حرف اي، تمام؟ وتيبيا بيها اثنين اي، اذا اثنينات جايات ميديالي، النا وتيبيا. اذا النا وتيبيا الميديالي اثنينات لو نجمع الايات اللي بيهن بس اثنين اي، بس راديوس وفيبيولا كل واحدة بيها اي، اثنيناتن جايات لاترال. ما ادري اذا فهمتوا ولا لا، هذا مو فتشي شرح بس دا احاول انه اعطيكم طريقتي بحفظ الاسماء. يلا نكمل. هسه عرفنا انه عندي الفور ارم، النا وراديوس، هذا هيومرس، هذا سيرنوم، هذا ني ريبس، نانا كلافيكل، والورا سكابيولا، تمام؟ تمام. ننزل نشوف الشرح، اوكي، او نكمل، اوكي تمام. هسه عظم الحوض، نجي لمنطقة الحوض. منطقة الحوض العظام اللي بيها الهيب بون اللي هو عظم الحوض، ايضا يسموها pelvic girdle، يعني كانوا قوس البلفيك اللي هو الحوض، تمام؟ طبعا متكون من ثلاث اجزاء من العظام، الاليوم اللي هو هذا اليوم، تمام؟ البيوبس اللي هو هذا، تمام؟ والاسكيوم اللي هو هذا. اذا اليوم بيوبيك اسكيوم، تمام. هنا اليوم اللي هو هذا الجزء، البيوبكس اللي هو هذا، والاسكيوم الجزء المقوس السفلي، وهنا جزء المقوس العلوي، وهذا البيوبس، تمام. ننزل جوا. هسه هذا فيمر، عظم الفخذ، شنو اسمه؟ فيمر، عظم العضد، ما متأكدة اذا اسمه عضد لا، المهم هو هيومرس، هذا هيومرس وهذا فيمر. باتيلا اللي هو صابونة الركبة، اللي هو رطفة الركبة ايضا يسموها باتيلا. الرجل همين قلنا متكونة من عظمتين، تيبيا للداخل، تيبيا بيها اثنين اي للداخل، وفيبيولا جاية برا، فيبيولا جاية برا. نشوف هسه الفوت ونشوف الهاند، طبعا متشابهات العظام مالتهم. هذا العظم، العظم اللي هو يرتبط بعظم التيبيا، تمام؟ بحيث يسوي لي مفصل الكاحل انكل جوينت، هذا اسمه تيلوس، تيلوس شنو اسمه؟ تيلوس. عظم الكعب كالكينيوس، كالكينيوس كعب شنو اسمه؟ كالكينيوس، هذا تيلوس، تمام؟ طبعا ال يعني هذني هذا الجزء،
هذا الجزء كله أسميه تارسس، تمام؟ وهذني ميتا تارسل، أوكي؟ إذن تارسس المتكون من الاسكابيلا والتيلوس والكيونيفورم بون اللي هو اللاترال كيونيفورم بون، وكذلك أكو عظام ثانية سنشوفهن. الميتا تارسل بون اللي هو هذني 1 2 3 4 5 5، الميتا تارسل هذني، تمام، كل واحد مرتبط بالعظام الثانية مالت الأصابع اللي هو اسميه فالنجيز أوف تويز، لأنه يعني عظم يعني أصابع القدم، تمام. فهذا ديستال قلنا ديستال يعني بعيد عن الروتس أوف ذا لم بالمحاضرة الأولى، وميديال جاي بالنص، وبروكسيمال جاي أقرب على الروت أوف ذا لم، أوكي. طبعا بالتكرار راح نحفظهن، مستحيل أي أحد من أول مرة يقدر يحفظهن. هذا التيلوس مثل ما قلنا اللي يرتبط بعظم التيبيا، وهذا الكالكينيوس عظم الكعب اللي حجينا عليه. هسا الكاربل اللي هو ريست بونز، هذا بالنسبة للهاند، كاربل ريست بونز اللي هو مفصل الرسغ، بعدين كاربل ميتا كاربل، هناك قلنا تارسس ميتا تارسل، كاربل ميتا كاربل بونز، بعدين بروكسيمال فالانجيز نفس الحكي، ميديال فالانجيز وديستال فالانجيز، بس ما عندي بالثام ما عندي ميديال لانه بس عظمين، بس بروكسيمال وديستال، اوكي. هنا همينا بالفيرست فالانجيز يعني بالاصبع الاول ما عندي ثلاثه مثل هنا، هذني ثلاثه 1 2 3، عندي شنو بس اثنين، هذا بروكسيمال وهذا ديستال، تمام. هسه نشوف الشرح. The bony skeleton can be subdivided into، الهيكل العظمي ممكن نقسمه الى the axial skeletal اللي هو الجهاز الهيكلي الاكزيال اللي خلينا نقول بالمنتصف او الرئيسي، that includes the skull and the vertebral column، يتكون من شنو؟ من skull and vertebral column. within the cavities of these bones structures lies the part of the central nervous system. اوكي، اذا بالاكزيال بالاكزيال سكيليتون that includes the skull and the vertebral column. إذن ال axial skeletal هو عبارة عن skull وال vertebral column، skull vertebral column، تمام. هذني اثنيناتين أكو بداخل structures within the cavities يعني داخل ال cavities اللي هي السعات. in these bony structures lies the part of the central nervous system، بداخل هذني السعات اللي تكونها هاي العظام اللي هو الاكزيال سكيليتال سيستم، تقع بها الستراكشرز اللي هم مكونين السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي اللي هو اللي قلنا البرين والسباينال كورد. البرين وين موجود؟ داخل السكال، اوكي. البرين اللي هو الدماغ وين موجود؟ داخل السكال اللي هو الكرانيوم، تمام. and the spinal cord وين موجود؟ داخل البرتبرال كولوم، اوكي. Okay. The skull is composed of membranous bony parts. يقول لي الجمجمة عبارة عن صحية يعني عدة bony parts، عدة أجزاء عظمية بس جاي membranous يعني كأنه غشائية. طبعا ليش نقول غشائية؟ لأنه هي رقيقة يعني مو فتشي سميك، جاية شنو سموكها رفيع، اوكي. هنا عبارة عن frontal bone، تقدرون تتخيلون أماكنهن، frontal bone الأمامية، parietal bone، باريتال بونيا هي المقسومة قسمين اللي شفناها من فوق، تمبرال بون اللي جاية قريبة الإذن، أوكسيبيتال بون اللي ورا اللي قلنا اللي يوقع عليها لا سمح الله ينعمي، ماكزيال بون اللي هو الفك العلوي اللي ما يتحرك، صح الفك العلوي ماكزيال؟ ماكزيلا العفو، ماكزيلا الفك العلوي، ماكزيلا الفك العلوي صحيح، والزيجوماتيك اللي هو عظم الخد. These bones are tightly joined to each other by suture lines. هاي العظام tightly joined يعني بقوة مرتبطة بعض عن طريق suture lines اللي هي هذني كأنه خياط، نشوف بين العظام، أكو أقدر طلع أوضح، هذا suture، تمام. نشوف هذا الحز يسموه، هذا عبارة عن حز بين العظام، مقسمين للعظام، نشوف شلون مقسمة العظام، هاي occipital bone وهذا النسل بون، المهم أنا ما أقدر أشر، أوكي. أوكي. هسا the brain
is contained within the cranial cavity. Cranial cavity اللي هو شنو؟ as a cranial و cranium والسكال متعلقات بعظم الجمجمة. السكال اللي هو الجمجمة والكرانيوم همينة جمجمة باللاتيني وهذه بالانجليزي. cranial cavity يعني فشي متعلق بالجمجمة. شكر موصول اللي قلت لي على هاي المعلومة. Okay, so the cranial cavity, so that the two cerebral hemispheres can be subdivided into loop according to the overlying bony parts. يعني شنو هالحكي؟ هسه احنا مو قلنا انه البرين موجود بالكرانيال كافيتي، تمام؟ فمثل ما نعرف انه الدماغ اللي هو السيربرال السيربرم، اوكي، الدماغ متقسم الى تو هيميسفيرز، يعني اشباه كره، اشباه كرويات، تمام، عباره عن تو لوبس. مثل ما نعرف انه الدماغ عباره عن شقين، يعني جزئين، فهذني الجزئين اسمي اجزائهن according to the overlying bony parts، يعني بالاعتماد على الاجزاء العظميه اللي تقع اعلى منهن، تمام. مثل ما قلنا، قلت لكم انه المنطقه اللي هي مال النظر العظم مالتها اسمها الاوكسيبيتال، فعلى اساس العظم سمينا هذيك المنطقه، او بالعكس. المهم يعني مرتبطه اسماء الدماغ بالعظام. The base of the skull contains foramen and apertures from which the cranial nerves and veins emerge. يقولي the base of the skull contains foramen and apertures. ما عرفت شنو الفرق، هي فتحة وثقب. المهم بيناتن، بحيث ال cranial nerves، لاحظوا إننا قلنا cranial لأنه بدنا نحكي عن فتي متعلق بالجمجمة، and vein can emerge، يعني من وين راح يدخل الدماغ، من وين راح يدخل الدماغ الأعصاب والشرايين والأوردة؟ عن طريق فتحات وثقوب اللي هي foramen apertures، تمام. بحيث إنه هذني الأرتريز والفينز supply different parts of the intracranial structure، بحيث تغذي اللي هي الأماكن الداخل الموجودة داخل الجمجمة. The largest foramen in the base of the skull is the foramen magnum. أكبر فتحة موجودة بقاعدة الجمجمة اسمها magnum. Foramen magnum بين يعني فتشي كبير. Okay, through which the spinal cord emerge in continuation with the medulla oblongata. شنو هالحكي؟ هسه قلنا احنا اكبر، شنو اكو صورة؟ هاي هذا البيس من جوا، نشوف هاي هذا الفك العلوي والاسنان، تمام. فهاي اكبر فتحة اللي هي قلنا اسمها foramen magnum. هاي من خلالها احنا مو نعرف انه من اجزاء الدماغ النخاع المستطيل، فالنخاع المستطيل امتداده هو اللي يشكل لي السباينال كورد، فهاي فتحة عبور السباينال كورد، تمام. هسه the orbital cavities، orbital متعلق بالنظر، يشبه occipital اللي حكينا عنه. فالorbital cavities اللي هي يعني الفتحة او سعة العيون within the skull are two in number that lodge the eye globe and the attached preocular muscles. طبعا هاي الفتحة حتى يعني تكون بيها دائرة العين، كرة العين اللي هو مقلة العين، وكذلك الاتاشت preocular muscles اللي هي العضلات الموجودة preocular اللي هي يعني حول او قريب او متعلقة بالبصر. The optic nerve، optic nerve عصب البصري. تلاحظون كل شيء متعلق بالبصر متشابه. Okay, the optic nerve enters the cranium through the superior orbital fissure or feature. يعني الoptic nerve العصب البصري منين يدخل؟ هاد ممكن احتمال كبير كلش تجي فراغات. superior علوي، orbital feature الشق العلوي، شق العلوي البصري، شق العلوي البصري. اوكي. The nasal cavity كذلك عندي الكافيتيز، اذا تلاحظون الكافيتيز الموجوده عندي الاوربيتال كافيتي، عندي النسال كافيتي، وحكينا عن الفورمان الفورامينا ماجنوم، كل هاي فتحات موجوده بالسكال. اوكي. The nasal cavity is located in the central and interior portion of the skull opening posteriorly to the pharynx. طبعا نحفظ هاي الاشياء، نتجي عليها فراغات.
while the paranasal sinuses are blind cavities located within the maxilla. طبعا الparanasal اللي هي جيوب الأنفية هي يعني الساعات مالتها متصلة وين؟ بالماكزيلا, frontal bone, ethmoid bones, sphenoid parts of the temporal bones. هاي العظام ايش بيها؟ داخلها الساعات الموجودة بيها جيوب الأنفية. اوكي؟ هنا temporal bone بس قلنا sphenoid parts اللي هو مو قلنا temporal مقسمة إلى أقسام. شفناها قبل شيء بالتطبيق الثاني. فالمهم تنحفظ. يلا سنشوف هنا الفيرتبراز. الفيرتبرا سيرفيكال فيرتبرا اللي هو من C1 إلى C7 سبع فقرات عنقية. بعدين عندي 12 فقرة صدرية. ثراسيك فيرتبرا من T1 إلى T12. T من ثراسيك, C من سيرفيكال. واللمبر فيرتبرا من 1 إلى 5. وبعدين عندي الساكرام كذلك S1 إلى S5 خمس فقرات. بعدين عندي الكوكسكس. هذني يعني بيهن كلام قلناه وبيهن كلام ما قلناه, اعتمادا على جامعتكم وعلى دكتوركم تشوفون شنو المطلوبين المطالبين بيه انتو او لا. بس انا اريد اشوفكم انه الثقوب انه اسمها فرامين هذا اوكسيبيتال متعلق بعظم الاوكسيبيتال بس من احنا شفناه من الجزء الخلفي. اوكي هسه the base of the skull قاعدة الجمجمة articulates with the C1 اللي هو الاطلس فيرتبرا. قاعدة الجمجمة ترتبط بشنو من العمود الفقري؟ أكيد بأول فقرة اللي هو C1 Atlas Vertebrae First Cervical Vertebrae by two articular fusets known as the occipital condyles. ترتبط ال base of the skull بهاي الفقرة عن طريق two articular fusets يعني سطحين اتصال بيناتهن. شنو اسمهن أسطح الاتصال؟ occipital condyles. occipital condyles هذني هاي occipital condyles. نشوف هذا سبحان الله سنون جايات مبين موقع اتصال بحيث ما يسبب احتكاك جاي أملس. اوكي occipital condyles موقعين, موقع اول موقع ثاني يرتبط بشنو؟ first cervical vertebrae اللي هي الاطلس. تمام the underlying C2 axis vertebra articulate with the C1 in the fashion permitting rotary movement of the skull. طبعا بعد الفقرة العنقية الاولى شو يجي؟ C2 second cervical vertebrae اللي اسمها الاكسس. طبعا طريقة ارتباطها بحيث تسوي لي اقدر يعني توفر لي حركة روتيت انه حركة انه انا دا اقدر احرك الجمجمة دا اقدر الفها اللي هو دائر اللي هو الراس. تمام cervical vertebrae are 7 in number, thoracic vertebrae are 12, the lateral spine articulate with the corresponding ribs on both sides. lateral spines وين هن؟ lateral spines عدنا أنا حاطة تعلم ودي ما اسمه دارقها. اوكي اي لا when the lateral spines articulate with the corresponding ribs downward the fossae coccygeal vertebrae. بس دا ألقى وين أنا ليش حطيت هاي الصورة على المدأشر على شنو؟ مهم أنا عندي سطحين ارتباط بين كل فقرة وبين الأضلع لأنه مثل ما خلني طلع هنا هاي مو فقرة. تمام شلون نشوفها؟ ندخل داخل هاي مو فقرة. تمام مثلا هاي فقرة, فهاي الفقرة متصل بها أضلاع اللي هو هذا الضلع وهذا الضلع. تمام شوفوا من أدوس على هذا الضلع شو مكتوب فوق بالأبيض اللي هو بالمستطيل الأبيض fifth rib lift خامس ضلع جهة اليسار وهذا خامس ضلع جهة اليمين مرتبطات بنفس الفقرة اللي هي بالفقرة الصدرية الخامسة. أوكي فاللي يقول لي بالفقرة إنه كل يعني كل فقرة عندها هذني هن الاثنين شلون ما أدري شلون أشرح البرنامج. المهم هذني اثنين موجودات على الجوانب اللي دا أحرك من خلالها هذني موقع ارتباط الأضلاع موقع ارتباط الأضلاع. تمام
وتحفظون أسماء الأماكن طبعاً. Vertebrae are stacked over each other separated by the intervertebral discs. الفقرات هي مكدسة واحدة فوق الثاني بس منفصلات عن طريق ال intervertebral disc اللي هو الديسك يعني القرص أو الديسك حتى إحنا مرات نقولها. أوكي intervertebral يعني بين الفقرات and articulate with each other by articular facets leaving a space between the vertebra body and the vertebra pedicles that forms the vertebral column logging the spinal cord. شنو هالحكي؟ انه احنا مو قلنا الفقرات مكدسه واحده فوق الثانيه تمام عن طريق اللي هو هذا vertebral body يعني هنا انا اكون هنا عندي غضروف وبعدين الفقره اللي فوقها وهكذا تمام ومرتبطات ايضا. شوف نشوف هذا المكان اللي مخلي لي هذا المكان اللي يمر عن طريق الحبل الشوكي تمام اللي هو spinal cord along its length. The spinal cord gives rise to spinal nerves emerging from intervertebral space. The spinal cord اللي هو العمود مو العمود الفقري النخاع الشوكي اوكي يسمح لي بحيث انه الأعصاب اللي طالعة من النخاع الشوكي تظهر عن طريق المكان اللي جاي بين الفقرات forming two roots تشكل لي يعني أنا عندي جذور الأعصاب هاي المكان عبارة عن نوعين motor anterior roots and sensory posterior roots. احنا مو نعرف انه الأعصاب ممكن تكون حسية وحركية فالموتر اللي هي الحركية يعني الأمر اللي أنا أصدره تمام فتكون الروت مالتها موتور انتيرير والسنسوري بوستيرير روت اللي هو الاعصاب الحسيه اللي تجيب لي الاحساس من العضو من الجلد مثلا لحتى اني اتخذ قرار اللي هو النخاع الشوكي او الدماغ. هذا بالنسبه للاكسيال سكيليتال سيستم. هسه نجي على الابنديكولار سكيليتون. اوكي ذات كومبرايز ذا هيب اند ذا شولدر كريدلز وذ ذا اتاتش بودي ستراكشر اوف ذا ابر اند ذا لوور لمبس. الابنديكولار سكيليتون اللي هو احنا قلنا يعني عندي اثنين سكيليتون سيستم الاكسيال والابنديكولار. الاكسيال عرفناه بس بدنا نجي على الابنديكولار. الابنديكولار يرتبط بالترانك بالجزء الاساسي من الجسم عن طريق الجريدلز تمام اللي هو الشولدر والهيب الحوض والاكتاف. The shoulder girdle is composed of the scapula to which articulate with the humerus and the clavicle at the lateral portions. تمام اذا السكابيولا وكذلك عندي الكلافيكل اللي يرتبطون ويا الهيومرس. The clavicle articulates medially with the manubrium sternae. بس احنا مو قلنا عظم القص هذا اسمه sternum. هذا sternum اسمه يرتبط بالكلافيكل. هسه الاسترنوم هذا مقسمي اقسام هذا اللي هو الاسم اللي قلناه قبل شويه مانديبريوم ما ادري ايش اسمه اللي هو هذا المانيوبريوم استرنيه. اذا هو يرتبط الكلافيكل عظم الترقوه يرتبط بعظم القاص اللي هو الاسترنوم بس بيا جزء بالضبط المانيوبريوم استرنيه. The bone of the arm is the humerus and the forearm is formed by two bones. انتبهوا انه من اقول arm اقصد الجزء العلوي اقصد الهيومرس العظم واحد. اما الفورارم is formed by two bones the medial الالنا مثل ما قلنا articulate with the humerus. الالنا هي العظم الكبيرة الاقوى او الاطول خلينا نقول الاطول اللي هي بحيث ترتبط بالهيومرس هي اللي ترتبط بالهيومرس وهاي عظمة مرتبطة بهذا عن طريق مفصل هذا. اوكي اذا مرتبطه بالهيومرس عن طريق التروكليار نوتش مو صحيح اوكي يكون لي الالبو جوينت اللي هو مفصل المرفق and the lateral radius both bones articulate precipitate in forming the wrist joint. اثنيناتهم يعني متصلين بعض بمفصل الرسغ together with the small bones of the wrist. طبعا عندي الاثنيناتهم الالنا والراديوس مرتبطين اثنيناتهم يعني عندهم اتاتشمنت ويا هذني العظام اللي هو عظام الرسغ وخلنا نعدد اسمائهم. أه
شلون مين أبدي؟ الترابيزيوم. ترابيزيوم هذا اللي هو المرتبط بالإبهام، ترابيزيوم بالثم. أوكي، الترابيزويد هذا اسمه ترابيزويد. أوكي، هنا سكافويد، سكافويد اللي هو تقريبا أكبر عظم، تمام؟ سكافويد، إذن سكافويد، ترابيزويد، ترابيزيوم. ترابيزويد هذا يعني فشي صغير. هذا العظم اللي هو جاي شوية فوق سكافويد اسمه الكابيتيت، تمام؟ بعدين عندي الهاميت، بيزيفورم، بيزيفورم عظم كلش صغير. الترايكوترام، ترايكوترام ولونيت. اوكي شلون نحفظها؟ انا اقول لكم يعني اكو سلو، تفتحون فيديوهات اجنبيه اكو طرق تحفظوهم، انا راح اقول لكم فتشي انتم ترجموه وحفظوه عمود نعرف شلون نعددهم. راح ابدي بالسكابيلا واعدد هيجي بحيث هيجي وارجع. اوكي يلا راح نكتب الجمله. شي قبل ما نقول الجملة هذه شنو لازم نقول فتشي؟ she looked too pretty. أوكي. أساساً العظام تشريحياً هذين العظام مقسومة قسمين، قسم proximal وقسم distal، تمام؟ منو اللي proximal؟ هذين هذا proximal لأنه أقرب على ال أقرب على roots of the limb، وهذا distal. أوكي. هسا ال proximal هذيني راح أجي هيجي. عفواً. she البروكسيمال مو اول عظم بي، هذا اللي هو هذا مو اول عظم، صحيح اول عظم. يلا شاش اقول شي نفس الحرف شي، تمام؟ لونيت لوكس يعني اخذ اول حرف من كل كلمه، شي لوكس تو بريتي. خلصنا البروكسيمال، هسه نجي مره ثانيه ابدي من هاي الجهه من احكي عن ديستال. تراي تو كاتش ها، مرة ثانية she scaphoid نفس الحرف الاس looks lunate، تمام؟ too pretty يعني هي شكلها، يعني she looks too pretty يعني ظهرها بمظهر جدا جميل، تمام؟ try to catch حاول اقتناصها، try trapezoid to trapezoid trapezium اول شيء بعدين trapezoid. اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، تمام؟ catch اللي هو capitate ها هاميت. هاي طريقة بالحفظ، كيفكم انتوا احرار ترون تحفظوها ترون لا، بس المهم تعرفون اسماء العظام واماكنها. اوكي هسه بعدين عندي metacarpal bones، metacarpal bone والmetacarpals هما ذني. metacarpals مرتبطات بالproximal phalanges، هذا proximal ذني لون بالاصفر كله proximal، بعدين بالبنفسجي medial phalanges، طبعا medial اربعة لانه الثم ما بميديال، واخر شيء الديستال فلانجيز اللي جاب اللون الازرق. واضح واضح. هسه the bone of the arm is the humerus and the forearm is formed by two bones in the medial ulna articulate with the humerus forming the elbow joint. يعني الالنا هي وحدها مرتبطه بالهيومرس، والالنا والراديوس اثنيناتهم مرتبطات بالريست جوينت اللي هو scaphoid. she looks too pretty. scaphoid lunate trapezium pisiform try to catch her trapezium trapezoid capitate and hamate. okay that in turn articulate distally with the five metacarpal bones of the hand. تمام انت تصل بصوره distally بال metacarpals of the hand. تمام the pelvis اللي هو الحوض، منطقة الحوض is composed of three bones united to each other، متكونة من ثلاث عظام مثل ما قلنا مرتبطة بعضها، اللي هي الإليوم، الأسيتابيولوم and the pubis. the bony pelvis protects the internal visceral organ and gives a rise to the hip joint to the acetabulum to which the
formal head articulate. شنو هالحكي ده يقول لي يا عظم مرتبط بيا عظم. هسه قلنا انه البوني بلبس، طبعا قلنا انه هذا البوني بلبس اللي هو الحوض العظمي، هذا يحمي الاحشاء الاعضاء اللي موجود بداخله، اوكي، وكذلك يرفع لعظم الحوض بحيث ترتبط بباقي اجزاء الجسم. The long femur is the only bone of the thigh. طبعا الثاي اللي هو الفخذ بعظمه واحده فقط وهي الفيمر، تمام. The distal dilated condyles give rise to the articulate surface in which the tibia of the leg articulate. التيبيا، عظم التيبيا اللي موجوده بالقدم اللي هي جاي ميديالي، اوكي، ترتبط بالفيمر بعظم الفخذ عن طريق شنو؟ dilated condyles distal collated condyles، تمام. why the fibula articulate only with the tibia. الفيبيولا اللي هو العظمة الضعيفة الجاية lateral للخارج ترتبط فقط بالتيبيا، okay. and both bones dilate distally to form the articular condyle of the ankle joint. هسا عرفنا condyles اللي هو يعني سطح أملس يشكل فتيل الارتباط، قلنا ذكرناه بالجوجوم وسدا ذكره بالأطراف. the talus and the calcaneus are the two bones forming the ankle joint. The ankle joint مفصل الكاحل متكون من شنو؟ التالوس والكالكينيوس. قلنا الكالكينيوس اللي هو الكعب اللي هو العقب يمكن اسمه هم يسموه، التالوس اللي هو الفوقه شوية المرتبط بالتيبيا، تمام. articulating one the other side of the small bones of the foot. مرتبطات بالعظام القدم الصغار اللي هو النافيكولار الكيوبويد and the three cuneiform bones. إذن عندي ثلاثة نافيكولار وكيوبايد، هو الكيونيفورم بونز عبارة عن ثلاث عظام، يعني هنا 1 2 3 4 5، أوكي، كأنه هيك. that turn give rise to the metatarsal bones اللي هو يعني اللي كل سطح ارتباط هو metatarsal bones. هذا عظم الحوض اللي شفناه قبل شوية اللي حكينا عنه، قلنا المتكون من الإليوم والبيوبيك اللي مثل البيوبيك كذلك بعدة عدد أقسام. وهنا أنا طبعاً عندي كريست يعني قوس. ما راح أتطرق لكل شيء بالضبط، أولاً لأن حتى وقت الفيديو لا يطلع طويل، ثانياً إنه مو كل الكليات مطلوبة منهم نفس الأشياء فعلى حسب كليتكم. طبعاً عندنا هنا الإزكيا مثل ما قلنا، كذلك نشوف إنه إحنا مو قلنا هذا عظم وهذا عظم، كل عظم مكون له متكون من هواي أشياء أصغر منه. هذا عظم العظم الفخذ اللي هو الفيمر. طبعا هذا سطح الارتباط بينه وبين الحوض، نشوف دائما سطح الارتباط سبحان الله يكون املس، تمام. والشافت اللي هو جزء طويل من العظم، وهذا باتيلا سيرفيس اللي هو مكان اللي ترتبط به صابونة الركبة، اوكي. وهذا ذني عظم التيبيا والفيبيولا. التيبيا جاي ميديالي والفيبيولا لاترالي. دا نشوف انه شلون التيبيا هي واحدة ترتبط بالفيمر، نتخيل انه هنا الفيمر والفيبيولا ما لها علاقة، ما ترتبط بالفيمر، تمام. بس بعدين التيبيا والفيبيولا اثنيناتهم يرتبطون بعض يعني بعظام الفوت اللي هو الكالكينيوس اللي هو العظم الكعب الجواني، والتيلوس اللي هو الخارج ايضا اسمه انكل بون عظم الكاحل. هنا أنا عندي النافيكولار اللي حكينا عنها، اوكي، والكيوبويد. إذن كيوبويد ونافيكولار وذني ثلاث عظام اللي قلنا اللي هما الكيونيفورم. الكيونيفورم هنا عبارة عن لاترال وميديال وانترميديت، يعني سهلات قلنا لأنه احنا نعرف شنو لاترال وميديال، فبالتالي هاي جاي ميديال لأنه يريد داخل لاترال، وهاي بالنص انترميديت، إذن يكونن كيونيفورم. هاي النافيكولار المرتبطة بالكالكينيوس بالتيلوس، عذرا، النافيكولار مرتبطة بالتيلوس والكالكينيوس مرتبطة بالكيوبيد. طبعا بالداخل كلهم مرتبطين، بس دا احكي على الاسبكت البوستيريور السوبيريور اللي احنا بدنا نشوف منه، احنا مو بدنا نشوف من منظور علوي، فهذا اللي بدنا نشوفه. طبعا هنا ميتا تارسل بونز تشبه الميتا كاربل اللي حكينا عنها بالايد، وهنا بروكسيمال ديستال بروكسيمال ميدال ديستال، وهكذا هاي الفلانجيز اوف ذا فوت. هسه the visceral skeleton that includes the lower jaw and part of the upper jaw, the hyoid bones and the rib and the sternum, the latter two together the thoracic cage.
within the thoracic cage lie in the lung. ده يقولي الأحشاء الموجودة بالثوراسيك كيج. خاصة ترى أنتوا ترجموهن أحسن. خمسة حاية. أنا مضبطة 100% ما أريد أخربطكم إياه. يعني ناس هلعت ما بيها شيء مجرد ترجمة حظه. طبعا المهم هسه يعني عندي بالثوراسيك كيج اللي هو بالقفص الصدري. قف كيج قفص ثوراسيك صدري. عندي lungs, the heart and the great vessels and other anatomical structure of the mediastinum. طبعا هاي يعني أهم أجزاء الجسم. من أهم أجزاء الجسم اللي هو القلب, الرئة, الأوعية الدموية الكبرى موجودة بهذا المكان. فال شو اسمه thoracic cage وظيفته الأساسية إنه protecting these important structures from getting injury which is affect the organism life. The ribs articulate with the vertebra posteriorly. الريبس اللي هو الأضلع مرتبطات بالفقرات posteriorly من الجزء الخلفي. And with the costal cartilage anteriorly مرتبطات, إذن الريبس اللي هو الجزء العظمي من الخلف مرتبطات بالفقرات, ومن الأمام مرتبطات بالشنو بالcostal cartilage بال اللي هو شنو الغضروف الcostal مال هذا المكان. تمام anteriorly, إذن من الانتيرير مرتبطة بالكارتليج, ومن الباستير مرتبطة بالفرتبري. هاي بالنسبة للأضلاع. That in turn articulate with the sternum. إذن الكوستال كارتليج هن اللي المرتبطين بالسترنم. تذكرون السترنم قلنا مقسم لأجزاء, هذني أجزاء. الإكسيفويد بروسيس, بروسيس يعني the two. إكسيفويد بروسيس اللي هو هذا, والبادي of the sternum, جسم السترنم الأساسي. المانيوبريام اللي هو هذا الجزء اللي يرتبط به الكلافيكال. تمام, وهنا والكلافيكال وهذا كله السكابيلا, وهذا سطح ارتباط منه الهيومرس. نمسح الشخابيط. اوكي, فلان قلنا الكوستال كارتريج هما المرتبطات بالاسترنوم. طبعا عندي this pattern provides list of the contractile movement of the anatomical laying over the thoracic cage. طبعا هذا كل سطح الارتباط هذا. تمام, اني شو يسوي لي يعني يعطيني مساحه وحركه بحيث انه من اتنفس. تمام, يعني قابل مكان قابل انه الرئه تكبر وتصغر, وكذلك عضله حركه العضلات اللي بيها. اول خمس اضلاع نترو ريبس, نشوف انه من الضلع الاول للضلع الخامس اضلاع حقيقيه مرتبطه بغضاريف, والغضاريف مرتبطه بالاسترنوم. أذني خمسة هن. تمام, إذن أول خمسة, سوري أول خمسة هن شنو حقيقية. بعدين من الضلع السادس للضلع الاثنعش هن أسميهن فولس, يعني أضلاع خاطئة, يعني كاذبة غير حقيقية وهكذا. آخر ضلعين 11 و12 حتى ما مرتبطين بكارتليج يوصلهم بالسترنوم, وبالتالي أسميهن فلوتينج, يعني الأضلاع العائمة, يعني هيك فلوتينج طايرة ما مرتبطة بالسترنوم ولا مرتبطة بكارتليج. طبعا هذني ليش ترو, لأنه كل واحد مرتبط بكارتليج بالكوستال كارتليج مالته المرتبط بالاسترنوم. من ستة بعد ما ولا واحد بيهم مرتبط بكارتليج خاص إلا كلهم متحدين بيه, وآخر اثنين أساسا حتى ما مرتبطين بكارتليج إنهم الفلوتينج ريب. هاي هو الكوستال كارتليج. هيك نكون خلصنا المحاضرة بصورة عامة. اعذروني على التقصير, وإن شاء الله يا رب تكوني استفاديتو, وكل التوفيق لكم.